حمل طير ومن صمد حمل ضجيج التفسير حمل الموان سانت مطول أما الذي وين روحا هار الجرى يقداش تفروز هاويت التانك وهاويت تسين الخطر بويد يمحب ملاك الخطر بويا السفر ويا مرضي ويدي روحي هارقي الرار مكناد نغان حملوا شنو أبهو سفرو حملوا غزلان النيل حرام حملوا شنو ويني الأخلاع مرضي ويدي روحي هار الجراي نار لهنا هاويد الدنك وهاويد الصيف للخطر بويد يمحمل للخطر بويد يوسف رويان أما أرضي ويدي روحا هار الجراي مكناد نغان حملوا تلويت حملوا تيلي حملوا غدق نغار زال حملوا غدار قوم الموحال أما أرضي ويني روحا هالجرى ورد يغال أكويت هاويد التنك وهاويد السن الغطر بويد يمحمل للخطر بويد يا سفر ويان أما أرضي ويدي روحا هالقي الرنك نادم ذن عودس هاويت الدنك وهاويت السيل للخطر بويد يا محمد للخطر بويد يا سفر ويان أما أرضي ويدي روحا هالقي الرنك نادم ذن Aujourd'hui, nous sommes samedi, bien sûr, 22 janvier 2022. Alors, merci beaucoup d'avoir donné de vos nouvelles. Voilà, donc bonjour. Oui, soyez flak, alhamdulillah. Alors, merci Leïla pour la vidéo. Voilà, comme vous le savez, je viens de la mettre en début de mon intervention. Et avec ça, Leïla, heureusement, la rêve, c'est une très belle chanson, c'est vrai. Alors, oui, pour traduire, déjà, elle est traduite en français. Il disait merde pour ceux qui vont faire la guerre. La guerre, mais je me l'ai dit, mais parfois, la rêve, smholi. Attendez, je vais juste répondre le wahed de Seyed tout de suite. Hop. Allez, pardon, smholi. Allez, nous sommes de début de week-end chez nos frères tunisiens, les nsallim alayhom bzaf. Hbabna ou khouyana, les mgharba, les nsallim alayhom tani bzaf. Dans le monde entier, c'est le début de semaine.
باردون لو ديبي دو ويكاند ها سامدي اي ديمونش. مالوغوزمون عندنا حنا في الجزائر كما تعرفوا مازالوا يخافوا من الاسلاميين، راهم دايرين لنا الجمعه والسبت وغدوه احنا خدامه. واش تحبوا جو نوبلي با دو بارطاجي افيك فو مي شيغ زامي مون كافي، سورتو الناس حبابي اللي عندهم بزاف 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 ما عنديش عليهم معلومات. اليوم الحمد لله اتصلوا بيا ورام صافا، انا نقسم معكم مون كافي حتى ان شاء الله تجيو عندي وتشربوا قهوه معايا. فوالا فوالا بصحتكم ان شاء الله، راكم نتوما تشربوا قهوه دركا. الى ديجا 15h56 رانا سامدي. الي اليوم راح نرجع على باسكو الناس اتصلوا بيا اخرين على الحراقه مساكن اللي شفوا اللي الناس اللي يروحوا لليترونجي مساكن، اي سورتو سورتو الناس اللي ما ظهر عليهم حتى خبر. بزاف الناس اتصلوا بيا من عنابه، اتصلوا بيا مساكن من سوق هراس، اتصلوا بيا اخرين من خنشله، اتصلوا بيا اخرين ديرنيرمون من وهرن. هذو نتاع وهرن هذو جي كلوتوري لدوسي، انا دوك كنت نهضر قبلت مع واحد الطفله كتبت لي اني رديت لها هذا الدوسي نتاع الناس هذو نتاع وهرن اللي بعثوا لي التصاور نتاع اولادهم اللي راحوا، جي كلوتوري لدوسي راني ما نتكلمش عليه وما جيتش نهضر عليه. بوركوا؟ باسكو الناس هذو قلت لهم نعدت لهم كيفاه يديروا، قال لك باللي عندهم ولاد راحوا من هنا، قلت لهم بعثوا لي لي فوتو نتاعهم نحطهم شغل جورنال. كي نحطهم شي جورنال بالك ناس اخرين يكونوا عندهم معلومات يكونوا منا يفيدونا بالمعلومات هذو. وكي ندير انا صحافي، انا مانيش راح تهضر لي على مشكل كيما هذا نهز الهليكوبتر ونروح نحوس عليهم، راكم غالطين. ولا نهز الباطو ونروح لاسباني ونروح نشوف ولا جي منين راحوا، نو انا راني صحافي. صحافي هو انه يمد لانفورماسيون، يمد المعلومه، نوصل المعلومه. المعلومه كيفاه نوصلها؟ نوصلها باغ لا فيديو اذا نجمت، ونوصلها شوف لو جورنال باسكو لو جورنال كي يخرج لو جورنال الناس كل سيتو لي زوتوريتي رايحين يقراو. مي باش ندير هذا الشيء كامل لازمني معلومات، لازمني. انا قلت لهم روحوا اكتبوا لاتر للرئيس الجمهوريه مادام تحبوا فتح تحقيق. انا ما نقدرش نعيط للنائب العام نقول له الو سيد نائب العام افتح تحقيق، يقول لي انت شكون انت؟ يقول لي انت شكون تو دابور؟ نقول له صحفي، يقول لي صحفي. وهاد الناس هذو واش دخلت فيهم انت افوكا نتاعهم ولا انت مسؤول عليهم؟ واش نقول له؟ دونك انا نقول له لا يا سيدي السيد النائب العام، هاو عندي شكوى نتاع الناس بعثوا لي وبعثوا لكم للرئيس الجمهوريه، لازمكم باش تحلوا تحقيق على هذه، ونكتب في جورنال باللي النائب العام راهو قال هك، قال نحل، قال ما نحلش، سيتو، قال نحل، قال ما نحلش، ونجموا حتى نقولوا للوزير العدل. وزير العدل اليوم مسكين في خنشله، لو كان بيكزومبل كانت عندنا فرصه كنا نقولوا له، قال سيدي الوزير هاك تشوفوا لازم تشوف لنا مع الناس يحلوا تحقيق. سورتو هاد الناس يقول لك باللي راهم ايزويتي سوكوغو باغ ان باطو وراو هذه المعلومات كامله انتم ما عندكم، دونك لازم تروحوا تعطيوهم للامن. انا مانيش امن، انايا انا صحفي، انا ما سامبلومون نكتب شغل جورنال. واش راكم تقولوا؟ الشيء اللي تقولوه لي انتم اكتبوه لي، سبحان الله. ما تسمحش انا تهضروا معايا هكا ولا اكتبوه. قلت لكم ديروا الى السيد رئيس الجمهوريه طالب فتح تحقيق، لنا الشرف العظيم، انا ما نعرفش العربيه منا ومنا، ها ولادنا وقتاش راحوا، ها واش صرا، ها واش صرا، ها من الناس الاسامي تاع الناس هذو اللي راحوا معاهم واليوم ما حبوش يمدوا حتى معلومه ولا هم ما داروش. اي بيان احنا انا كصحفي نقدر نعاونكم، نعاونكم ثاني سي مون ترافاي هذا، نكتب انا يا اخي. قلت لكم كانت واحد المراه مسكينه قالت لي يا خويا عاوننا ونجيب لك العسل ونجيب لكم الدراهم، يا اخي رديت لها ثم قدامكم قلت لهم ما نحب عسلكم ما نحب دراهمكم، انا جو في مون ترافاي اون طونك جورناليست، ما نحتاج دراهمكم ما نحتاج العسل نتاعكم، عندي كلش الحمد لله. واي واحد اي واحد درك اللي مدري ماهوش 4 دور نو، اللي مدري 1 سنتيم يدير لايف ونطلع معاه في اللايف، ما نحتاجش انا جوج با بوزوان، انا نشوي لا بور فيغ مون ترافاي. ساعات يكون لي قلبي نحب ساعات نهز التليفون ونعيط للمحكمه باش نشوفهم مع النائب العام، قال سيدي النائب العام وين هي التحقيق تاع الناس؟ وين هو الاخر؟ وين هو الاخر؟ واش يرد لي؟ انا نكتب شوف شغلان. مي كي ما عندي والو هنا عندي انا يا قدامي، واش تحبوني ندير انا؟ نهز التليفون عيط للنائب العام ونقول له تاع الفامي ونو التحقيق نتاعهم، يقول لي واش عندي انا؟ كاش ما جاوني، كاش ما هضروا معايا، كاش ما كتبوا لي، كاش ما كاين والو. من بعد واحد اليوم واحد الطفله بعثت لي قالت لي سانسيرمون شفنا الفيديو نتاعك ما عجبناش. يا اختي واش نقول لك ما عجبكش؟ هذا واش نجمت ندير؟
روحي شو انا نقول لك حاجه مالا انا جي كلوتوري الدوسي نتاعكم عاش نزيد نهضر عليه جماعه وهرن هذو انا نزيد نجيبو كونساي روحي شوفي صحفيين اخرين كانوا في وهرن وكانوا في الجزائر صحفيين بلي كومبيتون كو موا خير مني انا صحفيين هما عندهم لي مويان يقدر يهز الهليكوبتر يروح يقدر يهز الطياره يروح يقدر يهز البابور يروح يقدر يروح يدخل عنده كيف اسمه عند رئيس الجمهوريه يفتح عليكم تحقيق هاد الناس هادو دي كوليغ موا روحوا شوفوهم صحفيين بزاف سقسيو عليهم كانوا خير مني انا الشيء اللي قدرت نديرو هذا هو كي شفتوا بلي ما عجبكمش لا غالب هذا رايكم لا غالب مي انا راني نتوجه للناس الكل اللي عيطوا لي على جاله هادو مساكن لي ديسبارو الفو اكخير لازمكم تكتبوا للسلطات وكي تحبوا السلطات بيان سور كي تكتبوا لهم راكم تعرفوا الجزائر قادرين يهزوها بعين الاعتبار ما قادرين ما يهزوهاش باش تقدروا فو بوسي لي شوز للقدام ديروا كوبي ترونسميز للصحافه وتمدوها للصحافه ما تمدوليش غير لي انا مدوا للصحفيين الكل اي صحفي اعطيولو اعطيولو هو يكتب كيما قال واحد مي كيما تعطيولوش وما ما عنده حتى حاجه واش يقدر يقول الصحفي ما يقدر يقول والو لازم تعطيولو حاجه واحد تقول له يا خويا روح اكتب لي ودير لي التصويره نتاع نتاعك نتاع كيف اسمه كيف يقولها ليدونتيتي تاعك يقول لك اخويا انا ما نقدرش وكي ما تقدرش ابن عمي واش حنا ثاني وعندنا تعليمات ما نقدرش انا نروح نكتب حاجه هكاك انا وقلت تقول لي ما قلتش انا هذا الشيء هذا واش نولي متبع في العداله انا ما تصلحش يا اخي حنا ما يتبعوا فينا في العداله على فرغه ما فيهاش يعيطوا لك في العداله واش تحسب دونك انا كتب لي الشيء اللي راك تقول فيه وانا جو ديفلوب وندير كيف اسمه لو ستيل جورناليستيك ويخرج في الجورنال هذا ما كان ولا نهضر كيما درك كي طلع عندي حاجه ملموسه باش نهضر حاجه اللي تقيس الاشخاص ولا تقيس الدوله ولا تقيس الامن هذه ما نكتبهاش انتم مسؤولين عليها وانا نكتبها انا واحد يسب لي الامن ولا يقول لي فلان راهم كذا وكذا روح انا نكتبها هذه ما تصلحليش هذه سافابا هذه عندك كاينه حاجه تقدروا تكتبوا نتوما واش تحبوا تقدروا تقولوا واش تحبوا نتوما هذه نعطيها لكم ثاني اذا ما عجبتكمش البابي تاعي اللي نديرو انا جورنال نتاعنا يقدر يدير ولا جورنال اي جورنال يقدر يدير لكم الشيء اللي تحبوه نتوما تكتبوه نتوما دو ا جوسكا زد بصح بلا شي تجريح وبلا شي اتهامات للناس وتحبوا نديرو لكم ان كار دو باج تحبوا ان دومي باج تحبوا اون باج كومبليت ولا تحبوا تروا باج ولا نحبوا ندير لكم حتى جورنال كامل اللي تحبوا كيما قال واحد بصح وبي هذه سو فورم دو بوبليسيتي اذا حبيتوا اذا عندكم دراهم روحوا اكتبوا الشيء اللي تحبوه نتوما ونحدوا لكم على سو بوبليسيتي مي اكثر من هكا واش تحبون ندير لكم نعم مانيش فاهم انايا انا حبي انا الناس غاضوني الناس هذو اللي راحوا اللي عيطوا لي قالوا لي بلي مريضه للدرك ما كانش انا غروسو مودو اعطيت لكم تاع لي توجيهات قلت لكم فوالا سكو دوفي فيغ اي واحد اللي راح له انسان واش يدير يروح للصحفي نومسيو اي واحد تكون راح له واحد يروح توت سويت الامن كو سوا شرطه ولا لا بريغاد جوندارمري ولا لا كومباني جوندارمري ولا الجروبمون جوندارمري رابيدمون il faudrait تروحوا نورمالمون كي ما يغيب بعد ما يمدش سيني دو في توت سويت تروحوا ديروا لا نون كورون تاعيتو لها عند الشرطه ولا في اي بلاصه نتاع الدرك الوطني قال ولدي انا راه بابا ولا خويا ولا جدي ولا ولدي راه راح ما ظهرش يفو توت سويت تحطوه في لا مين كورونت هذه هي الاولى ومن بعد اذا حبيتوا باش يكون فيها تحقيق اذا نتوما شاكين بلي كاينه مشكله ولا كاينه منا سي تافو دو ديكريغ كيف اسمه النيابه البروكيور وتطلبوا منه فتح التحقيق وها هو كل علاش سيد وكيل الجمهوريه حنا رانا شكينا في هذه وهذه وهذه وتعطيو له المعلومات الكافيه اللي باش هو يقدر يبعث للشرطه ولا للدرك الوطني ولا يبعث للناس المخولين اللي باش يفتحوا تحقيق مي كي ما تبعثوش كيفاش تحبوا الامن ولا وكيل الجمهوريه ولا النائب العام ولا واحد يفتح تحقيق وانتم ما كان والو ما كان والو والناس خويا قالوا لي يكونوا محاكمينهم في الحبس ساعه شوفوا في الاوروب هذه غير نحيوها من راسكم ما كانش خاطر في الاوروب يعني يحترموا القانون في اسبانيا ولا في ايطالي ولا في فرنسا ولا في الماريكان ولا اون اوكسيدون راهو ما يحطوش واحد في اون غارد افو بلا ما يعيطوا يقولوا له لما تحب تعيط سواء لافوكا ولا كاش واحد من العائله نتاعك يفورميو له يقول اعطينا النيميرو يفورميو له يقول له تفضل اتكلم
محال باش يقول لكم بلي راه حتى لو كون حكموا عليه بالسجن بعد راه يقدر يكتب، يقدر يكتب لو كان يكون في السجن عنده حق يكتب. هذه الناس كنت تعرفها، عندك الناس اللي حاكمينهم في لي سونتر دو ريتونسيون، هادو الناس اللي راحوا مساكن حراقه وحكموهم تاع الامن وكي يحكموهم ولا يحكموهم لا بوليس ولا يحكموهم جدرميه راهم يسمعوهم ويديوهم لو سونتر دو ريتونسيون، هذا يحكموهم اذا عندهم ورق راهم ما يطولوش باش يعديوهم الساعه الجوج دي ليبرتي، يشوفوا الجوج يشوف اسكو يحكموهم حكموهم يعني طبقوا القانون ولا لا. اذا لقاو باللي لا بوليس ولا جدرميه ولا اي واحد اللي حكموا الناس هادو وما طبقوش القانون يعني عليهم راهم يسيبوهم، وكيسيبوهم يتولى من نهار اخر يحكموهم ويخدموا معاهم خدمه نورمال ويعاودوا يديوهم لجوج دي ليبرتي. اذا لجوج دي ليبرتي زاد الى كي ابروفي لا ميز اون ديتونسيون تاعهم او نيفو دي سونتر دو ديتونسيون، هادو دي سونتر دو ديتونسيون يا ناس راهم ماهوش حبس، سونتر دو ريتونسيون اسمحوا لي، سونتر دو ريتونسيون اللي في الاسباني ولا في ولا في فرنسا ولا في لا بلجيك ولا في لا سويس، هاد لي سونتر دو ريتونسيون راهم ماهوش يحطوا فيهم غير الحراقه، راه قادر واحد يجي باكزومبل ما على باليش مراه راح تجي عند راجلها الاسباني وكي تجي في المطار ناقصينها حوايج ما ينجموش يرفوليوها باكزومبل، ما ناقصينها حوايج يقول لها وينهم الحوايج هذوك، تقول لهم ما عنديش حتى يبعثوهم لي، اي با يحطوها في سونتر دو ريتونسيون حتى يلحقوا الحوايج هذوك ويخليوها سوا يخليوها تعدي ولا سوا يرفوليوها من الجزائر، هذو هما لي سونتر دو ريتونسيون. ولو سونتر دو ريتونسيون راهم ما عندهمش حق يحكموهم مده كبيره، اي مده ميم با شهرين ولا كانوا ميم با ياكلوا ويشربوا، واش هو عندهم التليفون تاعهم، عندهم التليفون كو سوا البورتابل ولا عندهم حتى دي كابين تليفونيك ولا الناس يقدروا يعيطوا لهم من برا باش يقولوا عندهم دي كابين، هما يمدوا النيميرو تاع لي كابين هذوك وما ليهم يعيطوا لهم من برا، مي سامبلومون ما عندهمش التليفون اللي فيهم الكاميرا، هذه الناس كنت تعرفها، ما يقدرش يخليك انت تدخل سونتر دي ريتونسيون بتليفون فيه كاميرا باش تصور له الحاله، ما يخليكش عندك التليفون نورمال ما فيهش كاميرا هذاك يدخلوه وتكلم به وتكلم وتسهر به خلاص، تنجم تبات ليله كامله وانت تهضر، هذو في سونتر دو ريتونسيون. دونك الناس اللي في سونتر دي ريتونسيون راهم يحكيو كيما هذو يقولوا بلي كانوا 3 ans 4 ans ما كاينش منها، راهم يعقبش شهرين. عندك كاينه حاجه بوتيتر السيد كي راح هبط في الاسباني الله لا يقدر صارت مشكله فيها مردر كاين موت ولا كاين واش منها ولا واش داروا، هاد الناس هادو ما يحكموهمش في السونتر دي ريتونسيون، يوليو يديهم للتريبيونال كوريكسيونيل ولا التريبيونال ولا كيف اسمو كريمينال ولا هذوك يصيرو كونداني، مي قبل لاش يكونوا كونداني لاش يكونوا عندهم 10 سنين لاش يكونوا عندهم واش عندهم راهم ماليهم يكونوا على بالهم، راهم ما يخليوش ماليهم هكاك. تو دابور قبل ما يعديوه لازم يدير له النافوكا، يجي النافوكا نتاعو والافوكا نتاعو قادر يقول له هاني واش نسمى اتصل ويتصل، هذه هي. دونك امبوسيبل يا ناس اللي يقول لكم حتى قبل ما يحضروه للحبس يقولوا له واش تحتاج، اسكو تحب تكلم ماليك اسكو وفي الحبس يقدر يتكلم ما كان حتى بروبليم، علاش سمو راهو عندك عند العرب وعند الناس هذو اللي ما يحترموش القانون، هذيك حاجه اخرى. اذا راهم في بلايص ما على باليش انا في اللي ما يحترموش فيها هذيك القانون ما على باليش. الناس اللي كتبوا لي والناس اللي قالوا لي على الحراقه تكلم عليهم راني تكلمت قدام خضره، الناس اللي انا نقول لكم اذا حبيتوا اون ميدياتيز لافير نتاع ولادكم اللي ما ظهروش كسوا راحوا لتونس ولا راحوا ما على باليش لاسبانيا ولا راحوا للمغرب وعندكم شكوك باللي راهم مازالوا حيين وباللي راهم كيما قال نتاع وهر المساكن هذو قالوا لي البحر ما قاسهمش، واش نقول لكم العالم ربي العالم ربي دوكا البحر ما قاسهمش صافي ان شاء الله يكونوا راهم لاباس عليهم ان شاء الله يا ربي، مي فودغي اكتيفي روحوا اكتبوا وما تكتبوش وما ديروش ومن بعد تقول لي ما عجبتنيش هضرتك يا اختي ما عجبتكش هضرتي، روحوا شوفي صحفيين اخرين روحوا شوفي ناس اخرين سي تو ما كاين حتى بروبليم، مي حنا هنا راهو نو سوم اون تران دو فير نوتر ترافاي غير باش نوروا الناس وباش ثاني نعاونوا الناس، ساعات والله العظيم غير كيما قال واحد نهز التليفون ونعيط ان بو باغتو لوجه الله نورمالمون ماهيش خدمتي، مي نعيط هكاك لربي سبحانه نعاونوا الناس، قال ولدي هاو يجيك فلان استقبلو هاو يجيك الاخر اعطيه هاو يجيك الاخر من هنايا باش نعاونوا الناس. ساعات ندخل حتى الناس مساكن يقول لي ولدي راني نشف وراني ما نخدمش وراني منا وهاو يكريتيو في تال بلاصه هذيك نحشم انا هذاك السيد هذاك لعله بصح كي يقول له ما عنديش ولا هو واش ندير له انا ما عندي ما ندير له، واحد السيد بقى معايا مسكين 3 زون 3 زون ويتبع فيا
شفت له السوناطراك، شفت له نافطار، شفت له هذه، شفت له هذه، ما كانش. هلا غالب يا اخي منين اللي نقول لهم يقول لك اخويا ما ريكروت با، واش احنا نحكموا من رقبته؟ قال لا لا تريكروتيه بالذراع. اسمحوا لي يا ناس، لا غالب اون فيس كون بو الشيء اللي نجم. ثاني راني نهضر معاكم، اذا كنتم مالفين تسمعوا على الناس هذوك اللي راهم يشونطيو في الناس، ولا تسمعوا في الناس اللي راهي تدي في الدراهم على الناس، انا راني نقول لكم انا لو كان يبروبوزو لي واحد دراهم راني ثم بعد نقص عليه ونقول له ما نعاونكش، خلاص روح ما نعاونكش، روح شوف مالين دراهم. انا ماني طماع حتى في واحد باش يكون في علمكم. ما نحب ني عسل ني دهن ني زيت ني ما عندي كلش، عندي كلش. دونك الناس اللي تحب تتصل تكتب، ها ولا كتبوا ديريكت للجورنال، اكتبوا عندكم الجورنال، عطيتكم حتى نيميرو تليفون، عطيتكم نيميرو فاكس، ابعثوا للاخر الجورنال واش هو كتبوا. اذا تحبوا انا ندير البابي كتبوا امسيو لانتونسيون باغ اكزومبل الجورنال لا نوفيل ريبوبليك لانتونسيون دو مسيو منصف رضا، كي تجي الديريكتور يشوف الفاكس ويبعثوا لي انا نكتبوا ندير نكتبوا. اتونسيون يا ناس راهو فيها من ومن، راه واحد يقول لي انا ظلموني في تال بلاص او شي يقول هو في اللي كتبوا كامل يكتبوا له ما كاينش مشكل، مي راني لازمني نسمع الطرف الاخر. هذه هي الصحافه، راه ماهوش صحافه. راه نروح انا نكون معاك، انا مانيش افوكان تاعك يا اخي، روح لافوكان تاعك هذا كي نجم هو يروح للعداله ويقول لهم لو كليون تاعي مظلوم ويخبط الطابله وكذا، هذاك افوكان تاعك. مي انا جو سوي جورناليست اي لو جورناليست دو ايكوتي لي دو بارتي، لازمكم تفهموا هذا الشيء. هذا ماهوش صحفي راح نكون معاك انا، حتى ولو راني معاك، حتى لو راني معاك ما نقدرش ما نسمعش السيد هذاك الطرف الثاني هذاك. عندك غير اذا الطرف الثاني ما يحبش يتكلم يل غوفوز دو زيكسبريمي سي سون بروبليم. كاينو ناس حنا مسؤولين كي نعيطو لهم يقول لك اخويا لا ما نتكلمش، اي ما نتكلمش الارتيكل هو حساب كيقول لي انا ما نتكلمش حساب ما مانيش حنا خدمتنا دينا او غلط او كونترير كي تقول لي انا ما عندي حتى حاجه نصرح بها، اي نكتب السيد واش قال لي الشاكي، والاخر نقول باللي اتصلنا برئيس الدائره ولا بالوالي ولا بالنائب العام ولا بالاخر وها وقالنا ما نتكلمش، والله يسهل عليها هاك الساعه. مي راهو نتصلوا به باش نتفاهموا مليح، راهو لازمنا نتصلوا به، خاطر راه شعلي بالك ما نتصلوش به. ايماجينو انا الطرف الاول بعث لي رساله ويقول لي ها واش صرا لي، مظلموني، ها واش صرا لي، ها واش صرا لي، ها واش صرا لي، ونروح نكتب انايا. السيد يقدر يطاكيني بور ديفاماسيون بريميرمون، هذه الاولى. السيد يقدر من بعد يحتم علينا نديروا له دروا دو ريبونس، دروا دو ريبونس في لا ميم باج وفي نفس المكان تاع الاخر. دونك حنا باش نحيو هذو كامل، كي تجينا رساله ولا يعيط لنا مواطن يقولنا ها واش طرالي، ها واش طرالي، حنا نقول له يا ولدي كتب لنا وحط لاكارت نتاعك من لورا كيما قال واحد، وحنايا نكتبوا الارتيكل. قبل ما نكتبوا الارتيكل كيف كيف لازمنا نتصلوا بالسيد اللي راك شكيت به ونقولوا له يا ولدي انت القضيه فلان هذا واش هي؟ قال نو راه هو اللي غلط. قال خويا معليش قول لنا واش بغيت، قول انت واش بغيت واش. قال لها احنا اتصلنا بالأ ها واش يقول، واتصلنا بالبي ها واش يقول، والناس تحكم. هذا هو الاوبينيون بوبليك، احنا ما لنا عداله، ما لنا امن، ما لنا ريان، نو سوم لا بريس، لا بريس سي كوم سا. اذا مال فين بالناس هذوك اللي تعطيو لهم الدراهم هذوك روح لهم ليهم هما. انا خاطيني انا لو كان واحد يبروبوزي لي حاجه نقفل عليه خلاص ما نحب والو. اوكي دونك الناس اللي فرحت بزاف بالناس اللي عادوا احبابي وصحابي اللي عندي بزاف ما عنديش معلومات عليهم، سي بريك ساعات ساعات واحد يغيب، واحد يروح لترونجي، واحد يجي، واحد منا ساعات يغيبوا، مي ديما نبقاو نخمو عليكم ونبقاو ديما نتبعوا فيكم اون ريستو اون كونتاكت. الوغ الناس كيما قلت لكم، هاد الناس اللي الحراقة مساكن ان شاء الله ربي كيما قال يلطف ان شاء الله ويكونوا الناس يلقاو الناس اللي يحوسوا عليهم. كيما قلت لكم اكتبوا ناس يفودغي اكخيغ، لو كان ما تكتبوش راكم ما تنال والو، باسكو ديجا ما تكونش اونكيت لو كان ما يكونش حاجه ملموسه. على واش نديروا اونكيت على الهواء هكاك؟ ما تصلحش، لازم حاجه مكتوبه. الاب ولا المراه ولا المراه راح لها راجلها، ايبا تروح تشكي، لازم تروح الامن. وكي تروح الامن تحب الفو ميدياتيزي سون افير، ايبا هنايا تعطيها ان كوبي، قال انا رحت للامن. وكي تخرج الجورنال سي نورمال الامن راح ولا 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 النيابه ولا الاخر راح يزيدوا كيما قال واحد يباشروا العمل تاعهم. هذا هو اللي نجمو نديروه حنايا، مي باش فاكرين
الناس هذو نتاع وهران قال لك حنا انت تهضر على بزاف الناس السوجي نتاعنا نورمالمون يا اختي السوجي نتاعك وحده انا السوجي نتاعك دخلته مع الناس تاع الحراده اذا لو سوجي نتاعك بارتيكولي هاني قلت لك واش ديري ابعث لي لاتر للرئيس الجمهوريه ولا الشيف دي غوفرنمون ولا البروكيور دو لا ريبوبليك ولا ابعث لي اي حاجه والبحث قال كوبي ترانسميس للصحافه ومدوا الصحفيين كل حتى يوم هذا كتبت انا كانوا صحفيين اخرين اللي يكتبوا كانوا اخرين صحفيين خير مني انا قادرين عندهم دي مويا قادرين يسافروا قادرين يهزوا الطياره ويروحوا ها انا ما نروحش انا ما نروحش انا ما نكذب عليكم نقول لكم نروح انا يا نكتب تدو عندك لو كان يكون نائب العام نقدر نروح النائب العام نقدر نروح له نستفسر منه ولا نعطي له وقت باش يرجع لي كيف اسمه لا ريبونس ولا حاجه هذه هي بون ما نطولش عليكم ان شاء الله من بعد نعاود نرجع لكم ان شاء الله في كانش دوتر سوجي ها ان شاء الله نكون وفقت في التدخل تاعي فوالا وقيلا جي تيرميني الي اتوت ان شاء الله قيم ديال هنا حملوا وشنا وابهو سفرو حملوا غزلان النيل الحرام حملوا وشنا وين الاخلام اما جامي درتها مي هاد الخطره نديرها حبيت نرجع برك على لا شوسون يقول لك ما نحبش لا غير سي فري يا جماعه واحد اللي يحب لا غير الناس كل تحب لاموغ تحب ل ل ل ل كيما قال واحد لا سونتي سورتو لا سونتي تاع الانسان اللي يحب سورتو الحب ثاني الحب كي واحد يقول لاموغ يا جماعه اتونسيون كاينو ناس مساكين اللي غالب عليهم ما يعرفوش الفرنسي غير كي تقول له لاموغ هو يروح لك لحاجه اخرى تافهه هذيك اللي ما عندها حتى علاقه لاموغ حنا نحبوا ناس ما نعرفوهمش قسما عظما يحبوا ناس والله ما نعرفوهم غير بالهضره نتاعو ولا بالهضره نتاعها ولا تخليك تحبها وانت ولا تحب السيد هذاك وانت ما عندك معاه حتى علاقه ولا كيما الانسان يحب خوه ويحب باباه يحب مو هذه هي لامور سي بور سا يفودري ميم انا نقول لكم علاش ما نحبوش لا غير نورمالمون ميم العدو نتاعك بعد العدو نتاعك تو ايسي دو لو كونفينك باش تقول له يا ولدي انا راني ما نحبلكش الشر انت الا تحب لي الشر يا خويا الله يسهل عليك مي انا راني راك علاش تمشي انا وياك مي ما نحبلكش الشر سي بور سا كو السيد يقول لك حنايا ما نروحوش نديروا الحرب ميرد بور سو كي فون فير لا غير سادير يديروا لا غير لا غالب عليهم الناس متحتمين دوك نكون انا في الامن ويقولوا لي روح باكزومبل راح نديروا الحرب مع كانش بلاد ولا منا تحتمت علينا تحتم ساعات مي لا غير ديغولاس لا غير ماهيش مليحه السلم هو المليح كلش ميم العدو نتاعك بعد ما ديرش معاه الحرب دير معاه حرب تكون واش نقول لكم حرب يعني اللي تفهموا تقولوا يا ولدي انا راني من ما نحبلكش الضر ما نحبلكش الضر وما نحبش نقيسك وما نحبش حتى وان قادر نقيسك ما نقيسكش علاش نحب والله يا ناس والله يا ما كاينش كي الانسان يكون عاقل يكون الانسان عاقل برك باسكو الشر واش تربح كي دير الانسان فيه الشر واش تربح علاه ما ديرش الخير كيما نديروا للناس ساعه اخرين نديروا الخير ونساوه درنا خير في الناس ما نعرفوهمش نلقاو الناس كيما قال واحد حابسين ديبانيهم واتونسيون دوكا ولات الحاله ماشي مليحه يا ناس تلقاو ناس يحبسوكم قال حبس انيون بان ردوا بالكم ما تحبسوش الناس كل غير اذا تشوفوا حتى وتكون تلقاو مراه وحدها وتشور لكم قال حبسوا اتونسيون راهم بزاف الناس اللي داروا الامورات هادو يجيبوا مراه تشور لكم نتوما تحبسوا وما يخرجوا لكم من هنا ردوا بالكم الي سمحوا لي نقول لكم مره جايه ان شاء الله نتكلموا على الموضوع هذا اتوتلو مرضي ويني روحا هل يرينا من هنا عاويد الدك وعاويد الصيد من الغطرب وين يمحنا من الغطرب وين يسمر ويان مرضي ويني روحا هل يرينا لكنا حملوا كلويت حملوا تيلي حملوا غدر نوارزا حملوا غدر قوم الموحال أما رضي ويني روحا هالكرة مورات يوبا لا كويت هاويد التنك وهاويد السيل
القطر بويل يا محمد، القطر بويل يا سفر ويان، مردي وين يروح القرى المكناد مثل عودس، عاويت الدنك وعاويت السيل، للقطر بويل يا محمد، للقطر بويل يا سفر ويان، مردي وين يروح القرى المكناد مثل